حلقة جديدة من برنامج كلاشينكوف. اليوم نلقي نظرة عن قرب على منظومة للدفاع الجوي صاروخية ومدفعية في آن واحد، ولكن ليس هذا كل شيء. هذه المنظومة حتى وهي تسير تطلق 5000 طلقة نارية في الدقيقة دون توقف، آلية لا يملك الجيش الأمريكي مثيلا لها، إنها منظومة تونغوسكا. الهدف الأساسي لهذه المنظومة هو توفير الدفاع الجوي لوحدات الجيش أثناء المعارك أو خلال تحرك القافلات العسكرية. ولكن إلى جانب رصد وتدمير الأهداف الجوية كالطائرات والدرونات بل والصواريخ المجنحة، بإمكانها إصابة أهداف برية أيضاً. وتوجد هذه المنظومة في خدمة جيوش بعض الدول العربية منها سوريا واليمن والمغرب. تونغوسكا تحمل اسم نهر صغير في سيبيريا، لكنها أصبحت معروفة بشكل واسع خارج روسيا كآلية تطلق 5000 طلقة نارية في دقيقة واحدة، ما يعد أمرا نادرا في العالم كله. كما أن هذه المنظومة هي منظومة مدفعية وصاروخية في آن واحد. تونغوسكا تحمل 8 صواريخ موجهة يتم إطلاقها بسرعة تصل إلى 600 متر في الثانية. إنها قادرة على إصابة الأهداف الجوية على بعد حتى 10 كيلومترات. كما أن المنظومة مزودة بمدفعين مضادين للطائرات يتميزان بمعدل إطلاق نار عال جداً. أما رادارات المنظومة فتقصد الأهداف على بعد 25 كيلومتراً. من أهم ميزات هذه المنظومة أنها قادرة على إصابة أهدافها حتى أثناء السير بسرعة تبلغ 60 كيلومترا في الساعة. كما تستمر تونغوسكا في العمل بانتظام مهما كانت أحوال الطقس، وتنفذ مهامها في كافة الظروف الجوية حتى وإن انخفضت الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر أو بلغت 50 درجة فوق الصفر. بل وأظهرت اختبارات أن تونغوسكا قد تؤدي مهامها بنجاح في ظروف أقسى تبلغ فيها الحرارة 65 درجة فوق الصفر. لمعرفة المزيد عن أحدث الأسلحة الروسية معكم تكتمل الصورة.